فقرات لالا مولاتي ونمشي ونواصلوا الأسبوع المخصص للشيوات من عند الشيف فرح القرماعي. ألو فرح. صباح الخير لالا سناء. صباح النور لمس عليك. صباح الخير حبيبك. صباح الخير. الحمد لله بارك الله فيك. الحمد لله الله يجزيك بخير. صباح الخير لالا سميحة. صباح الخير طاقم الراديو. صباح الخير المستمعين والمستمعات الكرام. لالا سناء الله يجزيك بخير. إلا سمحتي لي ندي واحد التحية. إيه مرحبا على راس العين تفضل. شكرا. أولا تحية لميمة زكية الغالية عليا الله يزكي لي في عمرها. يا ربي أمين. وتحية لعائلة العلاوي. تحية لعائلة القرماعي. وتحية لعائلتي الصغيرة وتحية لبنيتي العلوي عبلة وتحية لتوأم روحي نادية وفوزي القرماعي وتحية للا شامة بن عبد السلام وتحية لصديقاتي شاف هند الديساوي شاف نعيمة شاف سميرة حصاد شاف دينا سلوان بيتشو إيمان ريالي خديجة سلوى حفصي فردوس إيتي وتحية لشاف علي وتحية لي مونبغ دو كروب شيوات فرح تكخي افالي. اييه تحية كبيرة لهم. بارك الله فيك لالا سناء. والشكر تقدير للزوج ديالي العلوي احمد اللي كيشجعني ويحفزني. وشكرا لالا سناء واسمحي لكم طولت عليكم. ما كاين حتى مشكل مرحبا هذا واجب. بارك الله فيك لالا سناء واليوم ان شاء الله عندي لكم اقتراح موني غديوة كون خفيفة ظريفة ان شاء الله. ان شاء الله. نبداو على بركة الله. تفضلي. عندنا الحوت القول في الفران. غادي نرافقو ان شاء الله بالروز باش ناتي. واخا. ندوز المقادير للسنة. تفضلي. عندنا الحوتة اللي كيكون الوزن ديالها تقريبا كيلو ونص حسب الرغبة. وبالنسبة للعطرية راه كت على حسب الحجم ديال الحوتة. اللي كنتوفرو عليها غادي تكون ان شاء الله فيها شوية الملحة. الابزار. الهريسة. عصير حامضة. شوية ديال زيت الزيتون. ثومة محكوكة. شويه ديال الزعتر معدنوس مربط وربعه ديال الضريسات ديال الثومه و250 غرام ديال الرز بسماتي و200 غرام ديال الفلفل الخضراء وحك ديال الشامبينيون ومعلقه كبيره ديال النشا وعصير حامضه. نعاود مقادير اللسان. الحوتة يكون الوزن ديالها تقريبا كيلو ونص حسب الرغبه. وبالنسبه للعطريه ان الملحه الابزار شوية ديال الهريسة والحمض معسر وشوية ديال زيت زيتون ثومة محكوكة وشوية ديال الزعتر معدنوس مربط وربعة ديال الدريسة ديال الثومة اللي نخليوهم بالقشرة ديالهم و250 غرام ديال الرز بسمتي والفلفلة الخضراء 200 غرام وحك ديال الشامبينيون ومعلقة كبيرة ديال النشا. ندوزو الطريقة لالا سناء. كناخدو زليفة وكنخلطو فيها العطرية ديالنا نزيدو عليها الزعتر الحامض معسر ثومة محكوكة والهريسة وزيت زيتون وكناخدو واحد الطاولة اللي غادي نديرو في الفران كنفرشو فيها البابية ألمنيوم وكنحطو فوق منه بابية كويسو وداك الحوتة ديالنا كنديرو لها التخليلة اللي خلطنا في الزليفة وكنزيدو في جناب الشرائح ديال الحامض كنقطعوه دوار دوار رقاق والفليف الخضراء حتى هي كنقطعوها دوار دوار حتى هي كندورها مع الحيط غادي يطيب بشكل بابيو تاع لالا سناء. من بعد غادي نغلفو الحوته ديالنا بداك بابيي كويسون يبقى عندنا الفوق مزيان كنلمطوها ونعاودو نلويو عليها البابيي ألمنيوم فكتغلف بمره. بالنسبه للطياب لالا سناء كنديروها على الفرن اللي كنكونوا سخنا من قبل تقريبا 35 دقيقه غير هو الوقت ديال الطي على حسب السمك ديال الحوته باش ما كانت كبيره الا وكان نزيدوها في الوقت ديال الطياب. بالنسبه لالا سناء للرز كنغسلوه مزيان بالماء حتى كيتصفى لينا الماء ديالو. من بعد كنديروه يطيب غير بميها ومليحه ما كنديروش الزيت. ملي كيطيب لينا الرز ديالنا كنصفيوه كنزيدو عليه شويه ديال البزار شويه ديال الملحه وعصير ديال الحامض وزبيته بلديه. الملح الابزار عصير الحامض وزيت البلديه. وزبيته بلديه هي إيه لالا سناء كنخلطوهم مزيان وكناخذوا زليفات فرديين. كندهنوهم بالزبيته الا ما كاينش كتوفر عندنا المول ديال السيليكون على حسب ما توفر عندنا في البيت. وهاد العمل اي لالا سناء هاد العمليه كنديروها ملي كيكون الرز باقي سخون ماشي حتى كيبرد. هكذاك. كنلبسوه الزليفات يا اما زليفات ولا المول السيليكون وكنخليوه يبرد جانبا. كتكون وجدت لينا الحوته ديالنا وغادي نحاولوا ناخذوا من هذاك لاصوص اللي حصلنا عليها فاش طابت اون بابيير. كنكبوه بشويه وكنحاولوا اننا ما نهرسوش الحوته ديالنا. من بعد كناخذوا واحد المقيله كنشحروا فيها لي شامبينيون
مع معلقه ديال الزبده وفيد البزار ومليحه، وكنزيدوا عليهم داك لاصوص اللي خدينا من الحوت اللي طبنا اون بابيوت. ايه واخا. كنحركو مزيان وكنزيدوا داك المعلقه ديال النشا اللي كنكونوا حلينا في ميه بارده. كنبقاو نحركو حتى كتعقد لينا لاصوص ديالنا. ملي كنطفيو عليه البوطه كنزيدوا داك الشويه الحامض مع الصرف. دابا بالنسبه للتقديم على الاسنان كنحطوا الحوته ديالنا حيت كيعاوننا داك البابي ملي كيكون الومنيوم معنا كنهزوا الحوته بسهوله وكنحطوها في طبسه التقديم وكنفلوا بشويه داك بابي الومنيوم مع بابي كويسون باش الحوته ديالنا كتبقى شاده لا فورم ديالها. في الجنيبات كنديروا شويه ديال الشلاضه والرز ديالنا اللي كيكون خدا لينا لا فورم ديال الزليفه ولا المنفج درناه وشرائح ديال الفلفله اللي طابوا مع الحوته. ومن الفوق كنديروا داك الشامبينيون اللي حنا طيبناه مع لاصوص ودنا فيه مايزينا وكلشي وكيجي هكذا تما عاقب ومعلق كيجي زوين. بالنسبه للتقديم تبارك الله على الاسنان راه كل ربي تبارك تبارك الله غادي دير اللمسه الخاصه الطريقه ديالها شنو توفر عندها. الصحه والراحه على الاسنان. تبارك الله عليك، الله يعطيك الصحه. الله يبارك فيك، الله يجازيك بخير.